السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتابة إرشادات عن استعمال الإنترنت، تعبير كتابي منار اللغة العربية، صفحة 120 إلى هاد الصفحة. وما فهاد هاد الصفحة يعني ما عطينا زعما كيفاش نكتبو، هادي أتعرف المهارة وأخطط لها، يعني من يعني ما كاينش كيفاش نصيغ إرشادات بحال الكتب الأخرى. الكتب الأخرى مراجع أخرى زوينين. هاد الأسئلة اللي عندنا هنا نحاولوا نجاوبوا عليهم بحال اللي قالوا هما هنا: الاستعانه بالنصائح التي يقدمها لي استاذي واستاذتي اثناء اجابتي عن هذه الاسئله، وبما اقراه من ارشادات في الجرائد ومجلات الاطفال وعلى صفحات الانترنت. اذا غنوضع تصميم فيه مقدمه، ياك في واحد التساؤل وعرض نجاوب فيه على اجيب فيه على هذه الاسئله المطروحه، يعني ماشي كلها، حيت الاسئله كثيره. الاسئله المطروحه في المقدمه ثم خاتمه، وجمل فيه او ندير خلاصه او ندير الراي ديالي، او يعني هذا الطريقه باش نكتبوا الموضوع العادي اللي فيه مقدمه عرض خاتمه، يعني على شكل مقاله قصيره، موضوع قصير مهم. ها هو جاوبت عليه، ولكن ما توقفش الفيديو، غنخلي كان الفيديو، ما بغيتش نطول الهضره، انا نخليك الفيديو يعني هاد الصفحه تبقى فيها 5 دقائق بلا ما تحبس الفيديو، وندوزو للموضوع الاخر. تاهو نخلي لك 5 دقائق، ما توقفش الفيديو. اذا نقرا انا بشويه وانت تكتب. اذا ان استعمال الانترنت له فوائد جمه، فهو وسيله للتواصل الاجتماعي ومفيد في البحث عن المعلومات العلميه والثقافيه وانجاز البحوث المدرسيه، ولكن هناك اضرار ومخاطر اثناء استعماله. نجيو دابا للإرشادات. فلا ينبغي تبادل المعطيات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي أو نشرها أو التواصل مع الغرباء الذين قد يستغلون صغر سنك ويؤذونك. المهم ما توقع، خلي الفيديو خدام. اذا عايز كنديروا مجهود في الفيديو، في الاخر كتوقفوه تبداو. اذا واحترس من ولوج مواقع غير مرغوب فيها، كالتي تروج افكارا غريبه او لا اخلاقيه او متطرفه لبغيتي. كما عليك ان تستشير والديك عند تحميل التطبيقات على الهاتف او الحاسوب، حتى تحمي أجهزتك من الضرر. حتى تحمي أجهزتك من الضرر. لا تفرط في استعمال الحاسوب والإنترنت، بل خصص وقتا مناسبا دون أن يؤثر ذلك على واجباتك المدرسية. الانترنت الخاتمة درنا على شكل جملة واحدة. الانترنت نعمة، إن لم تحسن استغلالها تحولت إلى نقمة وخطر. إذن أنا تكتب 5 دقائق تكتب مع راسك باش ندوزو للموضوع الآخر. نعم بارك عليكم. انا بغيت ما قدتش وقف، لا بل بغيت توقف. اذا هنا لاحظت ان بعض اصدقاء هذا الموضوع اللي كتبنا دابا اللي فات ممكن تستعن به في الموضوع اللي جاي، حيت هذا اللي جاي هو اللي ياخذ عندكم الاستاذ. صافي،
إذا لاحظت أن بعض أصدقائي وصديقاتي يقضون جل أوقاتهم أمام جهاز الحاسوب في الدردشة الخالية من الفائدة. أكتب نصا من 10 أسطر وأوجه لهم فيه إرشادات إلى كيف استعمال الإنترنت استعمالا مفيدا، وأحذرهم من عواقب إضاعة الوقت في الحديث التافه سواء أكان مع أناس يعرفونه أم مع غرباء. إذا ها هو توا نخلي لكم واحد 6 دقائق بحال هكاك. للحصول على أقصى استفادة ممكنة من الإنترنت لابد من استخدامه بشكل صحيح دون إفراط ولا مبالغة في الدردشة العديمة الفائدة. ينبغي قبل الجلوس أمام الحاسوب أو مسك الهاتف وضع أهداف محددة ومقيدة بزمن محدد كذلك، فالإبحار في الإنترنت قد يضيع وقتك وينسيك واجباتك والتزاماتك الدراسية. النقاش والتواصل الهادف يكون مع الزملاء في المدرسة حول موضوع يهم الدراسة والبحث العلمي وإنجاز الواجب المدرسي، والحذر من مكالمة الغرباء وتبادل المعلومات الشخصية والعائلية معهم، فتعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر والمشاكل أنتم في غنى عنها، أنصح لك في غنى عنها. وفي الختام أوصيكم باستغلال الإنترنت فيما يفيدكم لأنه حقا غزير بالمعلومات والأخبار الرائعة والقيمة. نعم 2 دقائق ونحيدوه. نعم إذا صلوا على رسول الله، وقفوا لبغيت توقفوا ماشي.